طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، وأتمنى لكم الصحة والعافية وعام جديد مليء بالتفوق والنجاح. حقيقة المكان الكهربائية هي بداية لتخصص مهم من تخصصات الهندسة الكهربائية، وهو تخصص القدرة الكهربائية. فنقطة بداية لهذا التخصص هي المكان الكهربائي. سيجي واحد يسأل يقول هي شنو معنى المكان الكهربائي؟ شنو هي الالكتريكال ماشين؟ شنو هي المكان الكهربائي؟ فخلنا نعطيك مقدمة بسيطة عن المكان الكهربائي، شنو هي المقصود به. المكان الكهربائي بها نوعين، نوع يسمى الروتيتنج ماشين، والنوع الثاني اللي يسمى ستاتيك ماشين. شنو الفرق بين الستاتيك ماشين والفرق ما بينها وبين الروتيتنج ماشين؟ الستاتيك ماشين هي المكان اللي لا يحتوي جزء من أجزائها على جزء دوار، يعني جزء يدور. يعني الأجزاء اللي يتكون من عندها هذه الماكينة الكهربائية، جميع أجزائها هي ثابتة ما بها جزء دوار، هذا النوع نسميه الستاتيك ماشين، اللي هو من ضمن الأنواع مالته هي اللي سينجل فيز ترانسفورمر، محولات أحادية الطور، أو ثري فيز ترانسفورمر. هذا بالنسبة للستاتيك ماشين. يعني المكان تنقسم ستاتيك ماشين اللي هم سينجل فيس ترانسفورمر وثري فيس ترانسفورمر. أما روتيتنج ماشين، المكان اللي تحتوي على جزء من أجزائها وقابل للدوران اللي هو نسميه الروتور، تكون بنوعين، أما تكون أي سي ماشين أو دي سي ماشين. الاي سي ماشين جاية من مختصر Alternating Current Machine، مكان التيار المتناوب. اما الدي سي ماشين فهو Direct Current Machine، مكان التيار المستمر. تمام، هذه هي النوعين الاساسية بالمكان. احنا محور دراستنا راح نركز على شنو هذا السنة ان شاء الله، ويمكن أخذت مقدمة بالمختبر، راح نركز على الدي سي ماشين، على مكان التيار المستمر Direct Current Machine، تيار المكائن اللي تعمل بالتيار المستمر. الدي سي ماشين أيضا بيها نوعين، الدي سي ماشين أما يكون جنريتر، أما يكون مولدات أو موتورز أو محركات. طبعا من حيث التصميم، يعني هسه راح نشوف إن شاء الله إذا بعد ما ندخل في تفاصيل جنريتر وتفاصيل موتور، شوفوا هي نفس التركيب، يعني نفس التصميم. الاختلاف فقط أنه من حيث العمل، يعني المولدات يكون عملها عكس محركات، حقت الموتورز. المولدات هي أنطيها طاقة حركية حتى تنطيني طاقة كهربائية، الموتور بالعكس أنا أنطيه طاقة كهربائية حتى أستغله في الطاقة الحركية. فالدي سي ماشين قلنا يكون نوعين، هذا هو الدي سي ماشين، يكون نوعين، يا أما دي سي موتور أو دي سي جنريتر. بالشابتر الأول أو بالكورس الأول عفوا، راح ندرس احنا فقط الدي سي جنريتر، خصائص الدي سي جنريتر، وحتى تجاربنا بالمختبر إن شاء الله راح تكون هي كلها عبارة عن دي سي جنريتر. حقيقة أنا ما صار لي فرصة إنه أمر إن شاء الله على المختبر وأحكي لكم شوية، بس هو راح أوضح لكم إن شاء الله هنا على المكان بسرعة. الدي سي جنريتر ايضا تصنف الى صنفين، اما سيلف اكسايتد جنريتر
أو external anxiety generator. خل أعطيك فد معلومة بسيطة أنا. المولدات أو المحركات لابد أن يكون هناك واحدة من مبادئ عملها أنه يجب أن يكون هناك flux density، فيض مغناطيسي. واحدة من شروط عمل المحركات أو عمل المولدات هو لازم أكو عندي فيض مغناطيسي. فحتى أوضح لك شنو المقصود بالسيلف اكزايتد والاكسترنال اكزايتد، طبعا هاي مقدمة للدي سي جنريتر، يعني راح ناخذها في تفاصيل أكثر. فحتى نفوت بالعمق، حتى نمر بالعمق المادة، لازم أنا أوضح لك هذين الأساسيات حتى ندخل في المادة. فواحدة من شروط توفر، واحدة من الشروط اللي يجب أن توفرها بعمل الماتور أو المحرك هو لازم أكو عندي هناك flux density. الflux density أحصله من ظاهرة الالكترومغناطيك الثيوري، من نظرية الكهرباء المغناطيسية، اللي هي شو تقول النظرية هذه؟ تقول أي موصلة مرر بتيار كهربائي ينتج فيه فيض مغناطيسي. فهنا أرجع لك إلى self excited generator. self excited generator يعني هذا النوع من المولدات هي تنتج الفيض المغناطيسي نفسها بنفسها، يعني ما احتاج الى مصدر تيار كهربائي خارجي حتى امرره داخل موصلات ملفات الاثاره للمولد حتى ينتج لي هذا الفيض اللي حكيت عليه. فهذا النوع من المولدات اسميه سيلف اكزايتد جنريتر. بينما الاكسترنال اكزايتد جنريتر لازم اجيب عندي باتري او اي مصدر تيار خارجي اربطه للمولد حتى هذا التيار يمر داخل موصلات الجنريتر حتى ينتج لهذا الفيض المغناطيسي. بالتالي بناء على كيفية إثارة المولد أو المحرك باستخدام تيار خارجي أو تيار من ضمن المولد، هذين الفرق بين هذه كيفية الإثارة صنف للدي سي جنريتر إلى عدة أنواع. أيضا تروح على السيلف إكزايتد جنريتر، طريقة ربط الملفات أيضا صنف للمولدات أنواع، اللي هي شانت جنريتر او سيريز جنريتر او كومباوند جنريتر، عفوا الموتور هنا بالاخير لانها جاي اسولف على الجنريتر. تمام، نفس الشيء الكلام احكي للدي سي ماتور، نفس اللي حكيته للدي سي جنريتر. ايضا هم عند السيلف اكزايتد ماتور واكسترنال اكزايتد ماتور، ايضا اكو انواع شانت موتور، سيريز موتور، كومباوند موتور والى غير ذلك. ايضا محور دراستنا ايضا عندنا الستاتيك ماشين، هم ناخذ سنجل فيز ترانسفورمر او ثري فيز ترانسفورمر. حقيقه هذا هو هاي بالنسبه الى دي سي جنريتر. احنا قلت لك في هذه المرحله ناخذ فقط الدي سي ماشين، بالثالث ان شاء الله راح تاخذ بالمكان الكهربائيه هناك راح ناخذ الاي سي ماشين اللي هو الاندكشن ماتور، سينكرونوس ماتور او سينكرونوس جنريتر، سينكرونوس ماتور وهكذا. يعني هذين التفاصيل راح تاخذهم ان شاء الله الاي سي ماشين راح ناخذها بالمرحله الثالثه. هذه هي فد مقدمه على الماشين. حقيقة أنا ما مباشرة بديت بالماشين، إذا تقرأ بداية السلايد يقول magnetism and magnetic circuit. أنا ما بديت مباشرة بالماشين، لازم أخذ مبدأ عمل الماشين أو على أساس شلون أنا الماشين تعمل، يلا أدخل في تفاصيل الماشين. ف بداية لازم أخذ الماغنيتيزم والماغنيتيك سيركت المغناطيسية والدوار المغناطيسي. خلي أتعرف على المغناطيسية هي شنو، شلون ننتجها، شنو خصائصها، حتى أبدأ بالمكائن الكهربائية اللي هو خلاصة
دراستنا بال هذه السنة. فإذا خلي نجي نعرف الماغنيتيزم. الماغنيتيزم هي قوة تأثر ما بين الماغنيت and magnetic material. هي قوة تأثر ما بين المغناطيس وما بين المواد اللي قابلة للمغناطة، مثلا الحديد، تمام؟ هذه المغناطيس هي قوة ما بين الأجسام اللي تتأثر بالمغناطيس وما بين المغناطيس نفسه. زين، المنطقة اللي يصير بها هذه القوة، يعني نفترض انه انت المنطقة اكو منطقة راح تصير ما بين هاي الأجسام وما بين المغناطيس، المنطقة اللي تصير بها هذه القوة راح اسميها الفيلد اوف ذا ماجنيت. فيلد اوف ذا ماجنيت، المجال المغناطيسي، يعني المنطقة اللي بها هذه القوة راح يصير مجال مغناطيسي. استنادا الى نظريات فاراداي، الماجنتيك فيلد مثل ما تشوف هاي، شوف هاي خطوط المجال المغناطيسي، راح تصير هناك عند خطوط مغناطيسيه في الفضاء. هذه المغناطيسيه تخرج من القطب ان باتجاه القطب اس. هذه الخطوط راح اسميها فلاكس لاينز، خطوط الفيض، او اسميها لاينز اوف فورس، او خطوط القوة اللي قبل شوية عرفت، ودايركت اتجاهها يكون من ال N بول باتجاه S بول. طبعا دايركشن قلنا من S south to النورث، عفوا من نورث لل south. طبعا يرمزون بالرمز الأغريقي هو phi، هو للفلاكس، خطوط الفيض. زين، خلينا نجي ناخذ معلومات عامة، general information about magnetic field، ناخذ معلومات عامة عن المجال المغناطيسي. إذا كان عندي هناك قطعتين من المغناطيس، فإذا كانت the unlike balls يعني S و N، فراح يكون بين هذين البول شنو؟ اتراكت، اتراكت يعني جذب ما بين الاس والان. اما اذا كان لايك بول، اذا كانت الاقطاب مشابهه، فايش راح اسميه؟ راح اسميه اكو ريبل بيناتهم. موجوده طبعا عندك بالمحاضره، راح ارفق لك اياها ان شاء الله عن هذا الكلام كله، تمام. زين، بالنسبة لل هاي النقطة الأولى، بالنسبة للفيروماغنتيك ماتيريال، المواد اللي تكون عالية النفاذية تسمى فيروماغنتيك. طبعا راح تشوف هناك عندنا عدة أنواع من الماتيريال، أكو عندنا الدايماغنتيك ماتيريال، فيروماغنتيك ماتيريال. هذه الأنواع صنفناها على أساس النفاذية مالتها. فهذا النوع من المواد هذا ينطيني أفضل مسار تمر به خطوط المجال المغناطيسي، مثلا الحديد أو النيكل أو الكوبالت. طبعا هسه تسألني إحنا ليش جاي ندرس المجال المغناطيسي، قلت لك لأنه الماغنتيك الفلاكس هذا ضروري في كل تطبيقات المجال، تطبيقات الالكتريكال ماشين، الترانسفورمر، تجي على المحركات الماتوز، تجي على الجنريترز سواء كانت دي سي او اي سي. هنا نحتاج الماجنتيك فيلد ضروري جدا. بينما النون ماجنتيك ماتيريال، المواد الغير مغناطيسيه، البلاستيك، وهذه نو افكت، هذه ما تاثر لي على الفيض المغناطيسي.